صغير الغوريلا هو كائن مذهل يتعلم تدريجياً كيفية التكيف مع بيئته والبحث عن الطعام. إليك تقريراً مفصلاً عن كيفية تقشير الفاكهة وتناولها من قبل صغير الغوريلا. يتعلم صغير الغوريلا من والدته ومجموعة الغوريلا كيفية اختيار الفاكهة المناسبة والناضجة للأكل. يشاهد الصغير طريقة تحديد والدته للفاكهة الجيدة وتجنب الفاكهة الفاسدة أو غير الناضجة. يتعلم صغير الغوريلا تقنيات تقشير الفاكهة من والدته والأفراد الأكبر سناً في المجموعة. يبدأ الصغير بمشاهدة الغوريلا كيفية استخدام اليدين لتقشير الفاكهة برفق.